مرحبا، بهالفقرة رح نقدم لكم تمرين واحد كارديوفاسكولر بيطال كل عضلات الجسم وبيحرق الدهون. خليكن معنا لنشوف هالخطوات. يعتبر هيدا التمرين من التمارين المتقدمة أو أدفانس يلي بتتطلب فتنس ليفل عالي. بيجمع هيدا التمرين بين البوش أبس والسكواتس بنفس الوقت. هالتمرين مش بحاجة لإكويبمنت، ولكن يمكن يكون صعب التطبيق. من وضعية الوقوف نعمل تمرين سكوات ومننتقل منه لوضعية البلانك بوضع الإيدين على الأرض، ومنعمل كيك لورا. من بعدها نعمل بوش أب ومنرجع لوضعية البلانك، ومنرجع نعمل كيك لقدام لنوصل لوضعية السكوات، وآخر شي رح نعمل جمب بمحلنا. تمرين معقد شوي، لكن بيساعدنا على حرق كتير من السعرات الحرارية، بقوي جسمنا، بحسن الانديورنس تبعنا وقدرتنا على ممارسة التمارين غير الهوائية أو الأنايروبيك، وأكيد بيساعدنا على خسارة الوزن.